التحرية في القضية. دعا رئيس جمعية جزائر الخير عيسى بالأخضر المجتمع الجزائري لضرورة إعادة بعث القيم التي جاء بها خير الأنام عليه الصلاة والسلام وتركها الكثيرون. جاء هذا على هامش أسبوع القيم في ذكرى مولد هادي الأمم صلى الله عليه وسلم الذي تنظمه الجمعية بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف. محمد سعداوي ووردة أقشيش رصد لنا هذه التصريحات. هو ظاهرة الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تنتقل أولا من الترف إلى الأفعال. هناك بعض الناس تترأ بالاحتفالات بترف الطعام، ترف الأشياء، ترف الهدايا، ترف الأمور. سيدنا رسول الله منعنا عن الترف صلى الله عليه وسلم، فنحن يجب أن نرتقي ونستغل هذه الفرصة للاجتماع الأسري، نرفع قيمة الأسرة ونعلم أولادنا وأبناؤنا عن فيها في جلسة بسيطة يتولى الأب أو الأم شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مناسبة مواتية لأن نراجع أنفسنا ونحاول أن نذكر الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ممارسته مع الصغير أو الكبير أو الشيخ أو العالم أو الأمي إلى غير ذلك. وبخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، دعا بعض الأساتذة والعلماء إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة بحلقات الذكر والدعوة لسنن المصطفى بما يتلائم والرسالة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا هذه السنة مناسبة المولد مناسبة لإبراز القيم، إبراز القيم، لأن القيم فيه زلزال في سلم القيم، لأن في القيم فيه ضعف يمسها زلزال في بلادنا. بحاجة نحن أن نجمع الأساتذة، نجمع علماء النفس، علماء الاجتماع، أساتذة الشريعة، المختصين، المهتمين، الهيئات، الجمعيات يلتقون في هذا اليوم من أجل أن نناقش هذا الموضوع، نناقشه بأهمية، نناقشه بأولوية، لأن قضايا كثيرة تناقش في الوطن ولكن قضية القيم تبقى أم القضايا.